Je n'ai pas de réponse. Mortez du magasin à la maison. Hors le quartier, je ne sais pas ce qu'il fait parce que je ne le surveille pas. Et quel est ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Je sais très bien mon travail, mais je ne peux pas l'entraîner de plus pour qu'il ne reçoive rien. D'accord. La mission est terminée. Tu dois retourner à la base le plus tôt possible. Mais il reste encore à moi. Tu es incapable de suivre la mission. Et je ne serai pas d'accord que tu sois avec moi à partir d'aujourd'hui. Les circonstances ne sont pas bonnes. Ils ne le permettent pas. Je vous en supplie, monsieur le commandant. S'il vous plaît, ne le faites pas. Tu as une semaine. Seulement une semaine. بسم الله عليك يا نادية، بس لو أعرف شو عم يصير لك. خير من تعمي شبهها، ليش سخنانة؟ الله العليم، بدنا ضعيف مو لاقيان الحبل. إن شاء الله الله بيعافيها. هلا بيجي أبي بشوف شو صاير معه. يا رب. هون ابن عمي هون. خير. شو بها نادية؟ ما بعرف. جيت لقيتها سخنانة. تعال شوفها أنت. يلا يا بنات تعوا معي. خير ان شاء الله. لك شو صاير عليكي؟ شو بكي؟ ما بعرف، فجأة دخلت وهيك كأنه تقل علي المرض. لا سلامتك، ألف سلامة. ان شاء الله. والله شرشتيني. هي سخونة بتكون، سخونة سخونة، بتروح بتروح، ما في مشكلة. بس من بكره ما نروح على المستشفيات. خلص تمام. ايه خلص خلص، ما في روح على المستشفى. هي الله يرضى عليكي. ما بتتحركي لتقومي هيك بألف خير وسلامة ان شاء الله. شوكات، بدي اقول لك على شيء بعدين. انا خلص بعدين، ايش ليك شيء؟ بس ارتاحي وتحكي على 100 مالك بعدين. ارتاحي يلا، ارتاحي ارتاحي. انت شو اكلي انت؟ اكلي شيء؟ ما اكلي شيء. مشان هيك بدك تقيتي حالي. لك شو بدك تقوي لك؟ ضلوا هيك مع التفاضي. لا عم تخف الحراره، بس لازم تاكلي. حالك عم تصابي؟ عشاء الله يعطيك العافية. الله يعافي لي يعني. سؤال، الله يرضى عليكي. هي نادية من الصبح لري بطنها، بركي تعملي لها هيك شيء زبدية شوربة. لك تقبرني، والله هي ما بدها تاكل، عم بكع فيها، عم تغلبني كثير، ما عم ترضى تاكل. ما عم تاكل بنوب يعني؟ بتاكل شوي، كأنها مو مبسوطة بالقعدة عنا. لك لا، شو عم تحكي أنت؟ شو مو مبسوطة؟ بس هي بدها مين يقبلها، والله أنت ما بتقصري، أنت بتعوديها سعاد، والله بتعوديها. طيب على عيني وراسي ابن عمي، هلا بعمل لها زبدية شوربة وبطعمية اياها غصب عنها. يلا يرضى عليكي، ما بتقصري. يلا يرضى عليكي. عصام، انت كل شيء عم تعمليه معي من قلبك؟ شلون يعني؟ ما فهمت عليكي. يعني خوفك علي ومراعاتك الي كلهم من قلبك؟ لكن شو؟ خلصنا بقى نادية، وكلي الله. انت ببيت ابو عصام وسعاد حاميتك، ومثل ما بيقول المثل، كرمال عين تكرم مرج عيون. احنا هون بالشام حبنا قاتولي. افتحي تمك لشوف. يلا كلي مشان ترجع صحتك وعافيتك. يلا افتحي تمك لشوف. بسم الله الرحمن الرحيم.
خير ان شاء الله. شو مفيق بكير هيك؟ انا ما نمت كل الليل، ما اجاني نوم. اوه الله يجعله خير. خير ان شاء الله. صار معك شيء؟ مضايقك شيء؟ يعني في شيء؟ انا بحياتي ما قلقت على شيء، من يوم ما عرفتك انت صرت اقلق عليك. شو فايقه مشان تفولي علي انا لبكره؟ بعيد الشر عن قلبك. لك ناديه انت قلقانه من شيء؟ في شيء شغلك يعني متضايقه من شيء؟ ناديه شو بك تحكي؟ ولا شيء، انا بس تعبانه. خير ان شاء الله. خير خير خير. من شو تعبانه؟ انت مخبي علي شيء؟ ايه انا مخبي عليك شيء. ايوه شو مخبي؟ احكي لي. انا بحبك. بعرف. احكي لي شو مخبي انا اليوم؟ لا تشغلي بالي، احكي لي شو. ولك شو بك احكي لي؟ كنت جاي لعندك. انا عاوز ضروري معي لعندك، كنت مخصوص. خير عمي مالك طبيعتك؟ لا 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 يلا يلا وينكم يا مو؟ هاي اجت خالتي مزكي. فوتي خالتي. شو بدنا نادي؟ شو في؟ جبتوا لي الكبابات وشي شباب؟ عم تنزف عم تنزف. احكيلي بحمى، امليني بحمى على الفصل. فوتي فوتي خالتي مزكي فوتي. يلا 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 اختي يلا 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 دارك شو؟ يا عمي انت شو هذا اللي عم تقوله؟ كيف ما عاد اقدر اشوفها؟ خلص انت عمين مثل ما عم اقول لك. الا عمين مثل ما عم اقول لك، بعدين فهمها خلص. وقت نشوف بعض خلص انا مشي لعند ملك براسي. طيب قل لي شو في مشان اخذ حذري، اعرف شو بقدر اعمل. لك عمي خلص انت عم اقول لك عمين، اسمع مني يلا حكيم الله يرضى عليك، انا بجي لعند منك عم اقول لك. خلص طلع منها القصه انت، في شيء ما بدي احكيه الا خلص الله يرضى عليك. خلص عمي مثل ما بدك، بس في شغله. شو هي؟ الوفود الجاية من كل سوريا لا يعلنوا انهم ضد التقسيم، قربت جيدهم. بعدين يا عمي في خبرية انه الفرنساوي بده يعتقلهم. لا حول ولا قوة الا بالله. خلص عمي وكل الله بصير خير ان شاء الله. ما بصير لك خير، خلص وكل الله. روح على الدنيا انت روح. صرتي يلا الله بيعوض. قال لا تقولوا لأبوه إيده بإيد أخوه. يلا احكي لي أم عصام، وقعت شي؟ عملت شي تقيل؟ والله ما عم تطلع من أوضتها. لكان في حدا ضربها شي؟ لا يا شو حدا يضربها؟ لكان من إيش هيك صار معها؟ والله ما بعرف اختي. أنا بدي نبهك، هي المخلوقة ما لازم تقوم من فرشتها جمعة زمان، لأنه جسمها يا حصرتي ما بيتحمل ضعف. هادي يا رب يا رب تشفيها وتعافيها. آمين يا رب العالمين. Thank you.
قومي، انا باكل جنبك. سامحني، بعرف انه هذا الطلب صعب كتير، بس بترجاك تسامحني. شوفي شي لسه ناقص عليكي؟ تعالي لشوف. بحكي هيك تجني دجتك العافية بالمشهر معي معلش، يعني حشت على حالك وتلفي وتدوري علي وتلعبي فيه. لعبي بهالشيبة لأنه صار في شيء اسمه عيب، ولا كمان العيب ما بتعرفوه؟ قيلي بعد شيء ليكني قدامك، يعني مثل أنا بنشرح قدامك، تفضلي احكي. شرفي قولي، هي حارتي وفتي فيها، عيلتي وفتي فيها، أبشي ما عرفتي، حتى أولادي كلهم. معتز خص نص عاد. عرفتي كل شيء، شو بدك بالزيادة؟ عني هاي فتحت لك صدري، لك والله فتحت لك صدري وزرعتك جواتي هيك من الشرش. بس خلاص خلاص اجى الوقت، لازم ابعك بقى خلص. بدي ابعك ابعك. لا يا شوكت، لا انا بحبك. لك انا عندي خبر، ولو عندي خبر. علمت روحاتك وشياتك لحمل الكوماندا لك رايحة جاية حمل سمعتي وقيمتي وكرامتي وعم تدعوسة فيهم دعوسة بكل خطوة تخطيها برات بيتي، كل خطوة خططيها برات بيتي انت عم تدعوسة قيمتي كنتي قدام العالم والناس كلها. اي والله كله إلا هي، أنا حافظت على عهد زواجنا، أنا بحبك. والله بدي أحكي بالمحبة، ما لازم يكون خوان. أنت خاينة. أنا كنت مضطرة، أنا كنت عم أخدم بلدي. بلدي؟ شو مشان بلدي؟ لك أنت وين عايشة؟ أنت وين عايشة؟ لك قاعدة بحضني وعم تنتفي قدامي، وبدك بلدي هيك؟ لك يا حلف. شوكت أنا ما عملت شيء يضر حدا، وفي مرات كتير فتك بدون ما تعرف أو تحس، رح أحاول جهدي إنه ما حدا ينضر منكم. أنا نادية، نادية اللي عرفتها بالمستشفى.
مشكلتك انا ولا الناس؟ لا لا مشكلتي انت ولا حتى مشكلتي الناس، يمكن مشكلتي حالي، خايف من حالي وخايف منك وخايف للناس وخايف على الناس. اي والله خايف على ناسي ولدت بيناتهم وربيت وربيت بيناتهم، وان شاء الله ما رح اموت ارد لهم قد ما فيني من حقهم علي. اي والله لك حتى لو والله قدرني رد لهم حق نقطة دم شهيد واحد يكون الله كرمني. اي والله بس شو بدي اقول لهم بكره يوم القيامة؟ لك شو بدي اقول لربي بكره يوم القيامة؟ شو بدي اقول للعالم؟ مرتي لعبت علي، مرتي هيك حكمت، هيك اجت علي وعلى بلدي. الحق مو عليك، الحق علي انا. انا كان لازم اقول لك من الاول، حاولت وما قدرت، والله العظيم حاولت 100 مرة ما قدرت، خفت عليك قبل ما اخاف على حالي. إيه مو منك، مو منك الغلط، مو مني انا الغلط. انا من الاول، لك من اول تطليع، من اول تطليع كان فيني التوك وفيني العيب. مني انا، مني انا. انه ليش انا؟ ما كان لازم افكر ليش انا؟ ليش انا دون عن كل الناس؟ لا انا، انا هو شوكات. انا حطتوني بهالمصيبة. لك ليش انا؟ تعب علي، تعب علي. حكون راح حكون، حكون انا السبب. ما دخل حتى انا السبب. لا يا شوكت لا، انا حبيتك، الله بيشهد اني حبيتك مثل ما حبيت الشام واهل الشام، وحبيت حارتك واهل حارتك واهل بيتك كلهم. اصلا اللي عم تعمله خلاك تكبر بعيني اكثر وحبك اكثر وخاف انك تتركني. شوكات انا حبيتك اول مره شميت فيك ريحه الرجال. شوكات كيف صرت هلا؟ صدري حسن حسن حسن. انت لازم تاكل، صار لك يومين بالاكل. Vous m'avez demandé, monsieur le commandant? Oui, effectivement. Mademoiselle Nadia, j'ai lu un rapport faire sur vous. J'étais très ravi de voir combien vous êtes fidèle, non seulement à votre travail, mais encore à votre patrie. C'est mon devoir, monsieur le commandant.
Vous êtes actuellement chargé d'un patient nommé Shawkat al-Anadili, qu'on l'appelle Abu Issam. Oui, c'est vrai. Vous devez savoir que cet homme est très dangereux. Il est tabib populaire dans son quartier. Mais il tente souvent de se tenir les saccageurs, médicalement et financièrement. De plus, il fait un bon rapport avec les politiciens du pays. Vous savez peut-être qu'il était prisonnier chez nous à Arwad. Mais malheureusement, les inquiéteurs ils n'ont pas réussi à en tirer aucun renseignement. J'ai senti qu'il était têtu. C'est pourquoi on a besoin de vous pour tirer des renseignements. Mais je suis infirmière. Je sais. Vous êtes aussi une bonne infirmière. Mais à partir de maintenant, le service des renseignements français a décidé de vous charger d'une mission top secrète. Mademoiselle Nadia, ton salaire sera augmenté. Vous devez savoir aussi que c'est un devoir envers la France. Et vous ne devez pas le refuser. Vous devez démarrer dès maintenant. Nadia, j'ai beaucoup de confiance en vous. شوكت، أنا وعيت على هالدنيا والمسؤولية سوا مع بعض. وقت اللي حبيتك ما حدا ضربني على إيدي لحتى أحبك. وما حدا قال لي عيش معك وأتزوجك غير قلبي. ما حدا قال لي كب كل الدنيا وراي وما أشوف غيرك. أنا حبيتك مثل ما شفت ومثل ما عرفت وما خبيت شي لأني أنا ما بعرف خبي. وأنت كمان حبيتني مثل ما عرفت وشفت وما خبيت عني شي. شوكات، إذا هي المشكلة ما عاد تنحل غير بتمام ضحية، ليكني قدامك. أنا صارت مشكلتي إنك ترتاح. بدي إياك ترتاح ولو على دمي. ليكني قدامك. قتلني. قتلني وريح حالك. قتلني. ليكو الفرد. يعني ما بدك تقولي ليش رايح؟ خلصت خيرية، خلصت. ايه والله ما صدقت انت صرت بيناتنا والله. لا حول ولا قوة الا بالله. الرجال عاوزيني فوق، معلش انت لا تاكلي هم، هاتي هاتي هاتي. غبي. الله يحمي لي اياك يا رب.
شوف يا أبو عصام، الله سبحانه وتعالى خلق عباده وحط فيهم الرحمة يلي هي صفة من صفاته لتمشي الحياة، وقال لهم إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا خلقي، والرحمة بخلق الله ما بتجي إلا بالعفو عند المقدرة على كل من طلب التوبة والرحمة. فإذا ربنا عز وجل قبل التوبة والعفو عن عباده، فشو نحن قدام رب العالمين حتى ما نقبل التوبة يا أبو عصام؟ وبصراحة حرمتك ما ضريت حدا، وعم تقول إنها فادتك وتنفيدة معتز هلأ بيفي للواحد إنه يسامح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأنا من رأيي بتضل مرتك، لا سمح الله ما عملت الفينة. ترتيب الله، ترتيب الله كله ترتيبه، لا إله إلا الله. واحد اسكن طلع بوش وحيط، يا بيهدو يا بيفوت فيه. قالي يجيري صار طلع بوش شميت حيط وحيط، لسا بيطلع بوش حيطان. لا إله إلا الله. أبو عصام، فاصفح الصفحة الجميل وقول يا رب، وإذا سامحتها بتكون عملتها بأخلاقنا ورح تنحسب لك.